قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستقضي على من وصفهم بالمتشددين شرقي نهر الفرات في شمال سوريا مضيفا أن تدخلها بدأ وستجري المزيد من العمليات المكثفة قريبا أدل أردوغان بتصريحاته في كلمة أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه بعد يومين من نشر وكالة الأناضول الرسمية تقريرا ذكر أن القوات التركية قصفت مواقع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية على الضفة الشرقية لنهر الفرات سندمر بنية الإرهاب في شرق نهر الفرات لقد وضعت خططا وانتهت استعداداتنا في الأونة الأخيرة بدأنا تدخلا فعليا ضد المنظمة الإرهابية وسنتحرك قريبا على تنظيم الإرهابي بعمليات أكثر شمولية وفاعلية